السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا حسين عبد الرضا من المملكة السعودية من منطقة القطيف. لقد أقدمت إلى الهند في منطقة كيرلا، المنطقة الجنوبية، أي مستوفي إلى مستشفى الشفاء لإجراء عملية لتركيب مفصل إلى زوجتي. الحمد لله رب العالمين، لقيت كل الترحيب والعناية ومن الريسبشن ومن الأخ محمد علي ومن الأخوان الموجودين معه، لقيت معهم عندهم المعاملة الكويسة والترحيب الجيد. والحمد لله جريت العملية إلى زوجتي، والحمد لله الدكتور مهن كمار من الدكاترة المهرة، وهذا الشيء طبعا يطمن في حين مثلا لما إنسان يحب يدخل مريض عنده يجرى عملية. مستشفى الشفاء ما عليه غبار، مستشفى الشفاء مشهور ومذكور ومعروف في منطقتنا وفي مناطق من دول الخليج بالسمعة الجيدة وبالمهارة الدكتور مهن كمار والاستقبال الجيد حق أي إنسان يجي إلى إجراء أي عملية عندهم. طبعا دكتور مهن كمار من الدكاترة المهرة في عمليات الجراحة للعظام، وهذا الشيء طيب، وهذا الشيء اللي يخلي الآن من دول الخليج، معظم دول الخليج بما فيه السعودية، إذا كان في عندهم شخص محتاج إلى عملية تركيب مفصل، عمود فقري، رقبة، مفاصل، أي شيء، تلاقيه يتجه إلى مستشفى الشفاء في الهند في كيرلا في المنطقة الجنوبية، ويدخل على الدكتور مهن. والدكتور مهن في الاستقبال ما شاء الله عليه رحب طيب، ويجري العملية وانت مطمئن من الشخص اللي انت جبته عشان يجري العملية، وهذا شيء جيد يعني.